مرحبا بكم الناس كل مكملين معاكم في جزءنا الموالي من برنامج نهاركم فول ويكاند. جينا لفقرة فاميليا اليوم باش نحكيو على تقدير الذات، أهمية تقدير الذات في حياتنا، حاجة مهمة برشا تخليك تكبر في عين روحك، في عين المحيطين بيك، وأي خلل في تقدير الذات ينجم يسبب لنا في برشا مشاكل. هذا وغيره من النقاط باش نحكيو فيه مع الأخصائية النفسية إيناس بن سليمة. صباح الخير ونهار جزيل. مرحبا. دونك إيناس، هات نفهموا الناس شنو معناها احترام الذات وشنو الأهمية متاعه. هو احترام الذات يختلف على انه نكونوا انانيه ولا احساس بال انه الحب الذاتي على حساب العباد الاخرين. يعني انا نجم نقصي الاخر باش انا نحط روحي اون فالور، ماهوش هدايا. تقدير الذات هو انك انت تقدر لي بوين فور نتاعك، نقاط القوه نتاعك، جوانب مثلا في الفيزيك نتاعك، شنو الحاجات اللي قويه اللي تحسها عندك هكا انجذاب روحك تقول هذه محلها، هذه نزيد نحسنها، هذه نزيد نغيرها شويه. وزيد في الشخصيه نتاعك وفي الذكاء نتاعك، يعني تنجم تكون انت ما عندكش ذكاء مثلا فني لكن عندك ذكاء حركي، تقدر هيك الحاجه اللي زايده على عباد اخرين. معناتها الحاجه اللي لو بوان فور اللي عندك انت شويه هذيك تزيد تخدم عليه وتقدره. والحاجه الناقصه اللي انت باش تقارنها برابور المجتمع برابور لعلاقاتك، هذيك هي اللي باش تولي تزيد تخدم عليها اكثر، باش تعمل دي فورماسيون مثلا تكوين، تعمل دي ريغوشيرش وتغيرها في سلوكك. يعني انت فينالمون كان باش تقدر ذاتك او تكتب تكتسب هذايا الاحترام الذات، هو احترام الجوانب اللي فيك فوق اللي هما قويين والجوانب زاد ناقصين. فما حتى انسان ما عندوش الكمال، يعني ما فماش كمال. يعني الوغ هوني كي انا عطيت لروحي التصويره هذيا اني قبلت الحاجتين وقاعد نحسن، كل ما قاعد نحسن كل ما انا نشكر روحي، كل ما انا نقدر القيمه اللي نعمل فيها والمجهود اللي نعمل فيه، ونقول شو كيفاش كنت، شوف كيفاش وليت، مش كيفاش الاخر وانا شوف كيفاه، شوف كيف فرقت. فما ناس في عود تركز في روحها باش تطور روحها، وتركز في النقاط اللي انت كنت تحكي عليهم، تركز مع الاخرين معناها، وهذا يمكن يضيعوا له الانرجي نتاعه، وهذا يلزموا الموضوع. هذا من الاسباب، اي هو من الاسباب ديجا، هذا من الاسباب، على خاطر هي المقارنه تبدا كما نشوفوا من الطفوله. احنا العائلات نتاعنا في التربيه نتاعهم شوفوا الدعم، شوفوا اختك، عندنا المقارنه، عندنا النقد، عندنا احساس بالذنب، علاش عملت هكا؟ يعني هذيا هو باش يتولد لي من بعد احكام مسبقه على روحي، اني انا شبيني عملت هكا، شبيني الاخر يعرف خير مني. معناتها الاحكام المسبقه على روحي والاحكام المسبقه نتاع لونتوراج نتاعي تخليني في سلبيات وفي افكار سلبيه وفي ذم ذات مش مدح الذات، جلد الذات. احيانا شنو الفرق ما بين تقدير الذات او احترام الذات وثقه بالنفس؟ شو هي تقدير الذات؟ هو انك تقبل روحك، معناتها ما فماش هيك النقد السلبي، ما فماش نقول عدو، ما تكونش عدو نفسك، ما تكونش عدو روحك. عدو روحك هذيك احترام الذات. ثقه في النفس هو انك انت احكامك على ذاتك وغزرتك لي ريبريزونطاسيون، معناتها صورتك على ذاتك اللي انت مبنيها على الصوره الاجتماعيه ما تخليكش تتاثر على قراراتك واهدافك. ثقه في النفس هي ما تتمسش فيها اهدافك، ما تتمسش فيها سلوكيتك. يعني انا مثلا اخترت باش نعمل الدومين هذا، الناس الكل تقول لي راهو ما تنجمش، ما تعرفش باش تولي. يمكن انا قد نعطي في اكزامبل عشته، يعني انت كطفله ومراه كيفاش باش تكون اخصائيه نفسيه، كيفاش باش تتعامل مع عشتها، يعني التجربه هذه اكتسبت معرفه اللي هي انه عمرنا نجمو نحكموا على عبد وهو ما قراش. الوغ كي قريت لقيت لي كي قريت انه فهمت انه انك تؤمن بالفكره حتى بالاختيار بيدو، معناها انت كنت مؤمنه مثلا وانك باش تقرا نفس علم نفس. صحيح. حاجه مهمه تراها بالنسبه ليك، الانتوراج نتاعك ما يراش عليا، ما يراش نفس التصويره، شنو هو المستقبل وشنو هو الخدمه، معناها حاجات من نوع هيدا. صحيح. يمكن انا وقتها ما نحسش عندي ثقه ولا ما عنديش ثقه، ما انا كيفاش اصريت اني نكمل نقرا. اعطيت اكزومبل، نجم شخص اخر في دومين اخر، فما شكون رياضي، فما شكون فنان. يعني انا جوست خدينا الاكزومبل هذايا، انت الفكره نتاعك انك تدافع على الفكره، تدافع على الهدف نتاعك رغم المؤثرات اللي موجوده في انتوراجك، التحديات هذيك هي تكتسب فيها ثقتك في نفسك، انك انت رغم الصعوبات راك قاعد تقدر باش توصل للهدف. هو هذا الناس حتى تزيد تفهمنا اكثر. اليوم انا كيفاش نعرف روحي مدى تقديري لذاتي؟ شنو العلامات يمكن اللي تدل على عدم تقدير الشخص لنفسه لذاته؟ هو انا قوى الاكثريه
الشخصيه اللي مش يسمعوني لهنا المراهقين ومش يحسوا اكثر خطر توا في بنيه الشخصيه نتاعهم وتوا فيك الاسئله الوجوديه على رواحهم هو انك انت ترضي الاطراف اللي هي دايره بيك على حساب روحك يعني ما تنجمش تقول كلمه لي مثلا تنجم انك انت تضر نفسك مثلا انت تحب تسهر تريفز تجي صاحبتك تكلمك وتقول لك مراني مانيش فاهمه اجا راجع لي تلغي انت الحاجه نتاعك اللي هي في مصلحتك انت الذاتيه وتقوم بالسيرفيس بالخدمه هذيك للشخص هذيك على حساب وقتك وعلى حساب مصلحتك وما تنجمش تقول لا من داخلك ماكش قابل يعني شفت فما فرق ما بين انت خديت القرار انك تعملها وانت تحس روحك تعمل فيها ان سيرفيس دو بليزير كانك تعملها على حساب ذاتك على حساب روحك وهذيا فالابل في برشا دومينات مش نحكيو في الخدمه مثلا تنجم تكون في العلاقات الزوجيه زاده كيف كيف في القرايه ساعات تحب العائله بيدها العائله صحتي وسط العائله تجم انت عندك دروس واللي داير بك يقول لك مثلا اجي اعمل حاجه فلانيه تنجم تتمس حتى مع روحك في رغباتك الخوف انك تخاف لتفشل زاده وتخاف لصورتك اللي هي بارفيت تتمس الايدياليزم نتاعك انت تخاف لانك تكون مانكش ايديال مانكش بارفي تحب قدام المجموعه تكون بارفي مرقه الفكره هذه نخاف لا ما نعطيش هيك الليدي هذيك نولي نسحب روحي ونولي ننعزل وننغلق رغم انا نحب نعمل الحاجه هيك لكن جوست الخوف هو ما بلوكي فهمت علاش خاطر جو سوي انفلونسي معناتها متاثر بصوره الناس الاخرين اللي دايرين بيا يرضي في الاطراف اللي دايره بي يحب يحسس الاخرين الناس اللي دايره بي هم الفرحانين على حساب روحه رغم هم ما ينجمش يقول كلمه لي يلقى روحه ما عملش الحاجه اللي يحبها ويحب يرضي الاخر نجموا ناخذوا قرار احنا نحبوا نرضيوا راني انا نشوف انه مستحقين نتعايشوا مع المجتمع بتبيع. مستحقين نعطيوا الاهميه للعباد الاخرين اما مش على حساب ذاتنا اي مش على حساب وقتنا مش على وقت على حساب الصحه نتاعنا مش على حساب الاحاسيس نتاعنا انا حزينه نحاول باش نوري روحي فرحان على خاطر باش نرضي الاطراف الاخرين لغز ده كيف كيف يعني حتى الاعمال نتاعي نعمل في حاجه انا ما نجمهاش جوست باش للناس راني نعرفها هذا كل ما انا نحب نرضي الاطراف الاخرين كل ما نضر نفسي ونمس روحي وذاتي هيت نحكيو شويه على التاثيرات عدم تقدير الذات على شخص بيدو وعلى الانتوراج نتاعو زاده هو اكثر الناس اللي ما عندهمش تقدير للذات تلقاهم منزويين منعزلين بعاد شويه على المجتمع خاطر كما قلنا يحس المجتمع عنده تاثير عليه يولي الانتوراج نتاعو يقولوا له يعني فما تنمر من المحيط انت ماكش مكتسب ثقه ما تعرفش تحكي ما تعرفش تتواصل يعني احنا مشكلتنا عوض نعاونوا الشخص هذايا باش نمدوا له يد المساعده باش نخرجوه من هيك العزله هذيك ومن الاحاسيس هذيك نحسسوه اكثر بالذنب وهذايا من الاخطاء اللي يمارسوها في العائله حتى مع الصحاب ما بين بعضنا او حتى ما بين الاخوات لازمنا نفهموا انه الشخص هذيك ساعات ماهوش يعمل بالعاني ساعات هو تربيه كما قلنا عنده تاثرات نتاع تربيه خليته هكيكا ولا ساعات انه هو تخو ما نجمش حتى نقولوا ترو نقولوا ايبر سنسيبل عنده سنسيبيليتي كبيره حساسيه كبيره بحسس برشا يبصر بيسر المشاعر نتاع الاخر يخليه انه هو يتعب في ما يعرفش يجري احاسيس نتاعو يرضى انه يكون منزوي ومنعزل كانه هو يكسب بك الكوراج والشجاعه باش يتكلم باش يدافع على فكرته الوغ كيفاش نخدمه على اني نقدر ذاتي حتى كان انت ايبر سنسيبل حساس مسيرش تكون حساس تقبل غزرة الآخر تقبل نقد الآخر تجم تدافع عن نفسك باللي تقدر تلوج على نقاط القوة متاعك تحاول تغزر روحك جسديا نفسيا واجتماعيا تواصل متاعك ينجم يكون مش برشا لكن انت مع الناس اللي ترتاح لهم مع الناس اللي ينجموا يغزروا لك او انت تغزر لهم انهم هما عندهم تقبل الذات نتاعك ما تتاثرش انا علاش نقول ما تتاثرش خاطر التاثر هو اول باب لهكا التسكين يحاول الانسان يعمل شويه سوخ دو كاراباس باش مش كل شيء يتعدي له ما ياثر يعمل ديستانس بينه وبين احاسيس الاخر حتى قال لك الكلمه هذيك وهي تعرفها صحيحه انت ساعات فما ناس معناتها عندهم برشا ديفويت وتلقاه يعطيك التصوير المزيان لروحه باش يعمل ميكانيزم دو ديفونس يعمل وسيله دفاع نفسيه باش ما يخليش الاخر يمثله من شخصه انت كيف كيف حتى كي ينقدك على حاجه تقول له عندي الحاجه الباهيه هذيا كي تعرف روحك
وتكون عندك الكونسيونس الوعي بالذات جسدي وعي الذات النفسي كما قلنا الذكاء نتاعك نسبه الذكاء في حاجات شنو هي تخليك تعرف تدافع على نفسك مانيش باش نكونوا باهيين في كل شيء على دافع على الحاجات لي بوين فور نتاعك استنادا على اللي كنت تقول فيها هذا كل فماشي تمارين نجم نعملهم نجم يعملوهم صغارنا باش يزيدوا اكثر احترام للذات نتاعهم هو اولها نبداو من التربيه كي انا مش ربي صغير لازمني ما نربيهش على احساس الذنب ما نربيهش على السلبيات حتى كان هو غلط نفهموا الغلطه شنية باش نصلحوها نعلموه كيفاش يفكر على التحسين وعلى التصليح كون نفكروا انه هو سلبي وانه ما يعرفش يتصرف اول حاجه هي التربيه بعد كي التربيه انا نشوفوا لي بارون كيفاش يتصرفوا مع صغارهم بتصويره ايجابيه صغير باش يولي عنده تصويره ايجابيه باش يولي اولها غزرته للمرايه فيزيك هي المعرفه الاساسيه من العمر الصوره هذيك اول الصوره الجسديه المظاهر الناس كي تغزر لنا اول قبل ما يحكيوا معنا العين تغزر شنو اولها الجسد بالضبط كان انت مش مرتاح في الجسد نتاعك مش تلقى روحك هك تتخبى هك تطري في وجهك هك تعمل هك هك باش تظهر عليك وقتها العلامات انك ما عندكش ثقه في النفس كل ما انت تصويرتك الجسديه صحتك طويل ضعيف سمين ترى روحك فما جوانب فيك ناقصه شعرك ارطب مش ارض البليز امبورتون انك قابل الحاجه هذيك بعد تحسن كي ترى روحك تحب تحسن تو وحدك تنقص في البواط تقبل قبل عمرك انا ديما ننصح الناس انه عمرك اللي تنجم تغير حاجه وانت مش قابلها قبلها هي في ذاتك معناتها صغير نعلموه انه يتقبل ذاته جي دي زونفون سور كي يتقبل روحه يولي هو يخدم على لاميليوراسيون تاع انه يحب يسمع دي زونفون عندهم دي زونديكاب فيزيك مثلا ولا حتى تشوهات كي يقبل روحه يولي يغزل الناس ويقول لهم جو سوي كوم سا معناتها انا هكا الوغ وقتها هو يعمل راحة نفسية روحه باش يعاون زيد الآخر ويصلح الآخر باش يولي أي بطريقة أمبليسيت بطريقة غير مباشرة حتى الآخر يحشم على روحه بالضبط يولي يقول شبيني أنا والله شو حكمت عليه شو تبارك الله عليه هو هكيكا وأنا راني عندي كل شيء وحاسس روحي عندي برشا نقص هذه هي التربية الأساسية وبعد نبداو كل عمر 10 11 سنة نعلموه دي وأنا نقولها ديما معاك عفيف الاندماج الاجتماعي تعيش مع المجتمع خلي صغير يعيش مع المجتمع حتى كي نقدوك انت كمراهق خلي يتعلم راك تعلم مش تخبيه مش على خاطر والله باش نمشي للدرب الفلانيه انا باش نضيف بحذاها تو تنقض لي ولدي نعرفه مش قراي برشا باش نمشي للبلاصه الفلانيه نعرفه ناقص شويه توي ليه خليه يواجع المجتمع خليه هنا هكيكا خليه يحس خلي يعيش تجربه يعني تعمل له انكادرومون نبداو ديما لهنا موجودين حاضرين ولكن ونحضروه ونحضروه ساعات صغيره للكلاء اللي يقول لك هكا قول له هكا حضروا له اعطيه عمل له بروغراماسيون انت عاوز تنقد ولدك وتقول له ريت ما صلحتش ريت ما حسنتش قول له انت هكا وانا ولدي قابلك هكا اللي يقول لك هكا قول له كذا 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 هكا انت اعطيته ديزاستوس حتى كان هو ما عرفش يفكر فيه ودي بشويه بشويه في ليدونتيتي نتاعو في المراهقه كي نكسب ثقه باش تلقاه في لاج ادولت زاده في خدمته في حياته الزوجيه في حياته العمليه انسان عنده ثقه فرحان باللي عنده ميرسي بوكو شكرا لك على الاحصائيه النفسيه إيناس بن سليمة على كل هذه التوضيحات والمعلومات احنا باش نمشيو فقرة محلى زينك في فقرة محلى زينك اليوم حبيت نذكركم بلامارك لوديت اللي فيها بلوزيور جام يمشيو مع تو تيب دو شوفو اليوم حبيت نذكركم اللي لامارك لوديت هي اون مارك ايطاليان امبورتي لقات حلول لعديد من مشاكل الشعر وزيد تمشي مع شعر اللي فيه الكيراتين والا الكولاجين وتستحفظ ميم على الشعر المصبوغ سي اون مارك بيو زيدا ناتوريل خاليه تماما من المواد الكيميائيه الكل ما فيهاش بارابين ما فيهاش سلفات ما فيهاش سيليكون وما فيهاش كولوران واللي هما مواد ياسر ضاره بالشعر كما نعرفوا وتنجم تهلكها بالوقت دونك لا فورمول نتاع لي برودوي لوديت باش تقوي لكم شعركم وتخليه اون بون سونتي وبربي نحب نعطي ان بتي كونساي للمشاهدين اللي قاعدين يتبعوا
نتبعوا فينا كيف ناخذوا اي برودوي للوجه والا للشعر. اقراوا مليح لا ليست دي زانغريديون على خاطر فما دي كومبوزون اللي ينجموا يضروكم على انتيرم لي في لي برودوي لوديت. اذا كنت تحبوا تعديوا الكوموند نتاعكم تلقاوهم موجودين في لي بارا فارماسي وتلقاوهم زيدا موجودين في لي غراند ديستريبيوشن وموجودين في لي بارفيومري وتنجموا زيدا تتصلوا بهم على الباج فيسبوك نتاعهم. دونك ادخلوا للباج اعملوا ابوني للباج فيسبوك وانستغرام زيدا باش ما يفوتكم حتى شيء من لي زوفر اللي يعملوهم شركه لوديت وتتمتعوا زيدا بالغراتويتي اللي تقدمها لكم. واحنا توما بقالنا كان باش نحضروا طاولتنا ونحضروا فطورنا. نخرجوا فاصل صغير ونمشيوا لفطورنا اليوم. فطورنا حضر اللهم صلي على النبي. طاولتنا شبيبه كيما العاده. يعطيك الصحه شيف سيد القسمي. نعملوا امتي ريكاب. اوكي باهي. عملنا اليوم البلا برينسيبال نتاعنا عملناه رولي سردين حطينا فيه شوربه لسان عصفور نتاع البيدور وعملنا صوص طومات اون كوب لوتانيه كي الفرشه هذيك وعملناها زاده في الفارس. تري بيان. عملنا البانوز نتاعنا بالبريباراسيون نتاع البطبوط. عملنا الفاسون نتاع بوشيت في وسط الفريت. عملنا الفريت دومي كويسون وحطيناه في الفرن. استعملنا صوص بيتزا صوص سبيسيال بيتزا نتاع بيتزا سي كامل. عملنا سلايطه نتاعنا مفوره ومن بعد في الديسير عملنا الكاب كيك اللي هو بالجينواز نتاع فانواز بريباراسيون جينواز. عطتنا الكاب كيك هذا فرسيناها بال سبيكيلوس اللي هي كريمه تارتيني فانواز شويه شانتي وزيناها. يعطيك الصحه شيف ميرسي بوكو. مع هذا الكل سورتو مع الكب كيك هذايا انا نودك بالشيكوري نتاع جولدن كوفي حاجه بنينه برشا وبراتيك. دونك هذوما لي دوزيت نجم ترمي في الساك كعبه ولا زوزه وكوين تشتي تبدا في الخدمه تبدا البرة تنجم تعملها بالوقت وتستمتع بها. مبقى لي كان باش نشكركم على حسن متابعة. نتقابلوا في الحلقة القادمة. نشكر برشا برشا بوتيك زازا فاشن اللي موجودة في المنزهوي على اللبسة ونتمنى لكم مشاهدة طيبة. لبقيت برامجنا على قناة الحوار التونسي. باي باي. Da 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 da